السلام عليكم اخوان ديالنا، جديد مع فيديو جديد. كنتمنى من الله تكونوا كامل على خير وبخير وصحه جديده رب العالمين. اخوان ديالنا، نشتاكم معكم واحد المقطع اللي هو مقطع صغير ان شاء الله ربي. نحاول نقرب لكم شنو عندنا، شنو فين وصلنا. كما كتابعوا معنا، حنا بدينا في فونداسيون. دابا السميلات عندنا كاملين بلاصتين، باقي لنا غير السواري، حنا كنبلاصيهم باش غنبداو الكوريو ان شاء الله. باقي لنا اللونغرينات خصهم ينزلو، الحدد باقي شويه هو اللي بدا معطل شويه صراحه، ومورا هي ماشي كلشي غادي مزيان. نعطيكم واحد الصوره، الصباح الباكر باقي الجو بارد، الجو عندنا في تطوان سبحان الله الجو مختلف على المغرب كامل، بروده كتصبح في الصباح. تبعوا معنا، كاين الضبابه، ما كاينش هذيك القايله اللي كنسمعوا بعد مناطق المغرب، كاين الحراره. بسم الله، الله يجعل ربي يبرد علينا شوية، يبرد على الجميع. مكتبوا معنا، هنا نقراوكم شوية، نعطيكم بعض المعلومات اللي عندنا هنايا. كما قلنا لكم، السوميلات هما هادو بلاصتين عندنا كاملين، 12 على 12. السوميلة كل سوميلة شنو فيها؟ هادي تاهي 12 على 12. عندنا واحد لونغرين هنايا، هادو عندنا فيهم البئر هنايا، السميلة الوسطية هادي، البئر باقي غادي نصيبلو البرابورتي ديالو هنايا. هنا عندنا بئر، ان شاء الله يا ربي غادي ننزلو الحديد، غادي نعطيكم جميع المعلومات. هذه السميلة الوسط فيها 1.80 على 1.80. عندها البئر تاهي هنا، هذه سميلة فيلونس، سميلة فيلونس وعاد باقي خدام فيها الحداد. سميلة مبلاصية، عندنا الفوال هنا في هاد الجهة هادي، الفوال باقي عاد الحداد خدام فيه. عندنا الناب، ماشي دوب الناب، هاهي السميلة فيلونس قبلتكم، ظاهرة على جوج جهات. تا هنا عندنا فوال هنايا، هذه السميلة فيلونس اللي هي فيها 1.35 متر. السميلة فيها 1.80 متر على 1.80 متر. الاخوان ديالنا كما سبق قلنا لكم، هذه قطعه 100 متر واللي كتساوي على 100 متر 10 على 10. تجيبوا جراح زياد بجراح غرابو زياد تطول كيعرفوها. الاخوان ديالنا، كنتمنى من الله يعجبكم الفيديو، ونكون هذه الحاجه اللي اي حاجه كنديروها تكون في المستوى. اللي بغى شي حاجه مرحبا، دائما تنساوش تشتركوا معنا اللي باقي مشترك، خلينا اللايكات ديالكم والتعاليق، خليكم لينا. المهم تهلاو لي فراسكم، حنا اي حاجه درناها نقربوها لكم ان شاء الله يا ربي.